بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، أهلا وسهلا بحضراتكم في مقرر مادة سلوك المستهلك دبلوم التسويق الفرقة الأولى. طبعا تمنياتنا لحضراتكم جميعا بالتوفيق، وتمنياتنا لبلدنا الحبيبة إنه هذه الأزمة إن شاء الله تعدي على خير. النهاردة هكلم حضراتكم عن الموضوع الرابع اللي هو مفهوم سلوك المستهلك. لو بصينا مع بعض هنجد إنه إحنا قلنا قبل كده المستهلك قد يكون مستهلك نهائي وقد يكون مستهلك تنظيمي. معيار التفرقة بينهما هو الهدف من الشراء. يعني لو حضرتك بتشتري السلع علشان تستخدمها لنفسك يبقى انت اسمك مستهلك اخير، تشتريها عشان تصنع بيها سلع اخرى يبقى اسمك مستعمل صناعي. طبعا التمييز بينهم هام جدا لرجل التسويق. ليه؟ لان السلوك كل فئة بيختلف عن الفئة الاخرى في نواحي عديدة، وكل ناحية تتطلب تصميم استراتيجيات سوقية خاصة بها مناسبة للسوق المستهدف. علشان المنظمة تنجح في تحقيق رضا المستهلك وتحولهم من مجرد مستهلكين إلى عملاء دائمون، لابد أن تقوم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة. هذه الأسئلة لو بصينا عليها كده، من هو المستهلك؟ يبقى تعرف خصائصه السكانية. أين يتواجد؟ يبقى المكان. متى يشتري؟ الوقت. ما الذي يريد؟ المواصفات. لماذا يشتري؟ معرفة الأسباب. الإجابة على هذه الأسئلة السابقة تمكن المنظمة من إنها تعمل 4 بيز على أعلى مستوى ناجح. خلي بال حضرتك بقى إنه أنت ممكن تصنف الأدوار اللي بيلعبها الأفراد في التأثير على قرار الشراء لـ5. مبادر، ده اللي بيقترح فكرة الشراء. أحد أفراد الأسرة اقترح شراء سلعة، ده بس اسمه مبادر. المؤثر، مناقشة بعض أفراد الأسرة مع بعضهم البعض وتأثير فرد على فرد. المقرر، بيتخذ قرار الشراء، مثلا قد يكون رب الأسرة أو الزوجة أو أحد الأبناء الكبار. المشتري، الذي ينفذ القرار. المستخدم، الذي يقوم بالاستهلاك. طبعا بيستجيب ازاي المستهلك حضرتك لمجهودات تسويقية؟ عندك نموذج يمكن اخدته مع الدكتورة ليلى اللي هو نموذج المثير والاستجابة. عندي مجموعة مثيرات اللي هي عبارة عن عناصر مزيج التسويقي والعوامل الموجودة في البيئة الخارجية. العوامل دي بتخش على المستهلك من خلال رأسه اللي هو بنقول عليها البلاك بوكس أو الصندوق المظلم. يبتدي حضرتك يشيل ويحط وينظم العقل هذه الأمور إلى أن يعطي معاني معينة وجمل معينة، ثم بعد ذلك تأتي الاستجابة. والاستجابة قد تكون شراء المنتج أو اختيار الموزع وتحديد وقت الشراء وكمية الشراء. خلي بالك هنا حضرتك إنه سلوك المستهلك لما نيجي نتحدث عنه هي كل الأنشطة التي يقوم بها المستهلك أثناء بحثه عن السلعة أو الخدمة اللي هي بتشبع حاجاته. مش بس لما بيجي هو يبحث، لا، وعندما يقيم ويحصل على المنتج ويستخدمه ويتخلص منه، بالإضافة إلى عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة عمليات القرارات المرتبطة بإيه بقى؟ بذلك. عملية اتخاذ قرار الشراء المستهلك ممكن تتم بشكل فردي دون أن يشارك معه أحد، وقد تتم بشكل جماعي اشتراك بعض الأفراد معه. إذن هناك أهمية لدراسة سلوك المستهلك، إنه معرفة حاجاتهم ورغباتهم بيساعدك في اختيار عناصر مزيج التسويق. معرفة المستهلك هتساعد المنظمة في إنك تعرف وجهة نظرهم، وبالتالي تتنبأ بحجم المبيعات.
تقدر تعرف الطريقة المناسبة للترويج اللي هتوصل من خلالها لهم وكيف تعد حملة ترويجية. تغير أذواقهم هتعرفه إزاي وأنت ما بتدرسهمش؟ يبقى أنت هنا من أهمية دراسة سلوك المستهلك التعرف على أذواق العميل التي قد تتغير، لأن خلي بالك إن الأسواق النهاردة بتتميز بالتغير المستمر في الأذواق والتفضيلات نتيجة التكنولوجيا ونتيجة الثقافة والتعليم وانفتاح المجتمعات على بعضها البعض. أيضا المفهوم الحديث للتسويق بيقول ابدأ بالعميل، فلا يمكن حضرتك هتقدر تنجح في نشاطك إلا إذا استطعت إنه أنت تدرس العميل. إن رد فعل المستهلك تجاه الاستراتيجيات التسويقية المنظمة مؤشر هام وله أثر كبير في نجاح واستمرار المنظمة في دنيا الأعمال. الفهم الدقيق والكامل للعوامل التي تؤثر في السلوك الشرائي للمستهلك يساعد رجل التسويق على أنه يستطيع أن يتنبأ بشكل أفضل بكيفية استجابة العميل وما هي المزايا والمثيرات التسويقية التي يمكن أن تستخدم للتأثير في سلوك هذا العميل. على الرغم أن رجال التسويق يبذلون قصارى جهدهم في محاولة فهم السلوك الشرائي للمستهلك والتأثير فيه من خلال عناصر المزيج التسويقي، إلا أنهم لا يمكنهم التحكم في هذا السلوك لصعوبة ملاحظة التعاملات الفكرية عقلية، يعني كثرة القوى المؤثرة في السلوك. دراسة سلوك المستهلك، عايز أوجه بس نظر حضراتكم إنه الفصلين اللي هيجوا بعد كده ممكن في المقدمة هتيجي حضرتك تلاقي كلمة إنه أعزائي الدارسين طلاب كريدت عربي، معلش الفصلين دول عشان متكررين على كريدت عربي، فأنا وأنا بسجلهم قلت كريدت عربي لكن هم مقررين على حضراتكم. بإذن الله تعالى سوف نوفيكم بالفصول القادمة، وإحنا إن شاء الله هنبقى في تواصل مع بعضينا على الجروب، حاولوا تبعتولي الجروب بتاعكم ونتواصل للإجابة على أي أسئلة أو أي حاجة خاصة بالامتحان، وتمنياتي لكم بالتوفيق. إن شاء الله نشوفكم في الموضوعات المتقبلة.